الحاج عندنا الآن صح؟ ها؟ يا سمعت يوم من الأيام الحاج أبو بكر الصديق؟ سمعت؟ محتاجه الحاج. أما الآن الحاج فلان صح؟ وواحد كاتب على والله رأيت أنا في بعض الدول يكتب على البيت ولله على الناس حج البيت، وطيارة بصورة الكعبة، ويكتب على البيت غير اللوحة الحاج فلان، وتناديه يا حسن ما يرد عليك، يا حسن ما يرد أو يزعل، يقول أنا أدفع 25,000 وبعدين تناديني حسن، أنا الحاج حسن شكد. وواحد كتب الحاج خمسة، الحاج خمسة حسن، يعني خمس مرات حج. إذا حججت بمال أصله سحته فما حججت ولكن حجة العير.